إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد ذكر لنا نبينا صلى الله عليه وسلم حال الناجين والهالكين في جوف القبور، فقال كما روى الإمام أحمد والبيهقي من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: بي تفتنون وعني تسألون، بي تفتنون وعني تسألون. فإذا كان الرجل الصالح أجلس في قبره غير فزع ولا مشعوف، الشعف الهول الشديد الذي يكاد يذهب بالقلب. فإذا كان الرجل الصالح أجلس في قبره غير فزع ولا مشعوف، فيقال له: فيما كنت؟ فيقول: كنت في الإسلام. فيقال: ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى. فتفرج له فرجة قبل النار، فيراها ويحطم بعضها بعضا، فيقال: انظر إلى ما وقاك الله، انظر إلى ما وقاك الله. ثم تفرج له فرجة إلى الجنة، فيرى زهرتها ونعيمها وما فيها، فيقال: انظر إلى ما أعطاك الله، انظر إلى ما أعطاك الله. ثم يقال له: على اليقين عشت، وعلى اليقين مت، وعليه تبعث إن شاء الله. على اليقين. فإذا كان الرجل السوء أجلس في قبره فزعا مشعوفا، فيقال له: فيما كنت؟ فيقول: ما أدري. فيقال: ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ما أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلته. فتفرج له فرجة إلى الجنة، فيرى زهرتها ونعيمها، فيقال: انظر إلى ما حرمك الله. ثم تفرج له فرجة قبل النار، فيراها ويحطم بعضها بعضا، ويقال: انظر إلى ما أعطاك الله، انظر إلى ما عاقبك الله. ثم يقال: على الشك عشت، وعليه مت، وعليه تبعث. الأول منهما عاش على الإيمان والتصديق والتسليم والثقة بموعود الله، فختم له بخير ونجا مع الناجين. الثاني عاش بالحيرة، عاش في حيرة وشك وريبة، فختم له بسوء وهلك مع الهالكين. والله ما نجا من نجا إلا باليقين.
لما وصف الله أهل الجنة لنبيه صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ولما ذكر أهل النار قال وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. كيف ينجو من تردد في مسلمات الدين وشك في قواطع الملة؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا واقسم لنا من اليقين ما تدفع به عن أفئدتنا شك الملحدين. وكيف ينجو من شك في الله؟ أفي الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر شك؟ لما ثارت الفتنة في عهد الصديق رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ثارت فتنة الردة ونجم نجم النفاق، صعد أبو بكر على المنبر فقال أيها الناس، هذا كما في أول مسند الإمام أحمد، أيها الناس ما أعطي أحد في الدنيا خيرا من اليقين، ما أعطي أحد في الدنيا خيرا من اليقين والمعافاة فسلوهما الله عز وجل. بالآخرة تطيب، باليقين تطيب الآخرة وبالمعافاة تطيب الدنيا. والله لا مثقال ذرة من يقين في قلب العبد خير له من أمثال الجبال من عبادة المترددين. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم ما نجا الأولون إلا باليقين، فتعلموه عباد الله، تعلموا اليقين كما تتعلمون القرآن. إذا كان حديثي لنفسي ولكم عن اليقين أكرم النعم والذي به هرب من النار وطلبت الجنة وصبر على الحق، إذا كان حديثي عن اليقين فإنه يطيب لي أن أقول من أراد أن يحيا بثبات وطمأنينة وسكينة من أمر دينه بعيدا عن الحيرة والشك وبه تظلم الحياة فليحكم شرع الله وليحتكم إليه في كل كبير وصغير. الثبات يا عباد الله على الحق حتى ترسخ الأقدام على اليقين يحتاج إلى الاتباع والتسليم بعيدا عن صفصطات الفلاسفة وآراء الرجال. أقسم لكم بالله ما زاغ من كان قبلنا ولا ارتابوا في دينهم إلا لما ألقوا كتاب الله وراءهم ظهريا وحكموا آراء الرجال، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم وعلماءهم وإعلامهم أربابا من دون الله. لذلك علمنا علماؤنا كل عبادة لم يتعبدها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه فلا تتعبدوها. أليس قد ضمن الله في شرعه العصمة والكمال؟ فلما نخترع للناس أعيادا وعبادات ما عرفها الأولون؟ انظروا لحياة أهل الأهواء والمبتدعة ومن تعبدوا بالمحدثات، قلوبهم مليئة بالشك والريبة. الشك يتطرق لقلب من نهى عن الشريعة. الذين خاضوا في الفلسفة وعلم الكلام والعقليات والنظر جنوا على الدين بالتأويلات الفاسدة ما تركوا شيئا إلا أولوه. منها هنا تتفسخ عقائد المسلمين. صدق القاضي أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة لما قال من عبد الله بالكلام تزندق،
ما لك وللكلام؟ قل قال الله، قال رسوله، عظم الشرع تتجذر قواعده في قلبك، قدم القرآن. إذا جالت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصافية في ميادين الكفاح طارت آراء الرجال في مهابد الرياح. العصمة في قولك قال الله وقال رسوله، ما لك ولأقوال المتأخرين والمتفلسفين. الشهرستاني لما خاض مع أهل الأهواء وجرب ما عندهم من أديان قال عن علم وصدقة: لعمري لقد طفت تلك المعاهد كلها وسيرت طرفي في تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. أبو المعالي الجويني خاض في علم الكلام، لما حضرته الوفاة بكى، بكى بكاء مرا وقال: خط فيما نهيت عنه، ولئن لم يتداركني ربي برحمة اليوم أموت على غير اليقين، يا ليتني بقيت على عقيدة عجائز نيسابور. الفخر الرازي وتلاميذه اقرأوا في سيرة هؤلاء. أجل تلاميذ الفخر الرازي شمس الدين خسرو شاهي المتكلم صاحب التصانيف، لما حضرته الوفاة قال: أتمنى أن أموت على عقائد العوام، والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، أقسم لكم بالله، وهذا قسم ثاني، أن عقائد عوام المسلمين خير وأثبت من عقائد علماء المبتدعة وإن هملجت بهم مناصب الدولة. من العجائب ما قرأته في كتاب طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى، يروي في كتابه هذا أن رجلا من عوام أهل السنة في بغداد ابتلي بشرب الخمر، فأخذ مرة وهو سكران من جماعة من الروافض، أخذه رجال من الروافض فقالوا له: أشتم عائشة، عمي وسكران، أشتم عائشة. فقال لهم: ما كنت لأبي عديني، عمي سكران، أأشتم أم المؤمنين عائشة؟ السكر شهوة غلبت علي، أما ديني وعقيدتي لا والله لا أشتم عائشة. قالوا: اشتمها وإلا قتلناك. فأبى فضربوه وصبر على الضرب حتى مات وما سبها، وهو من العوام، هذا صنيعهم. أما علماء البدع الذين تنصبوا المناصب في كل دولة ليحكموا أهواءهم وإنما يريدون الدنيا، فانظروا لأحوالهم، يميعون عقائد المسلمين، يزرعون الشك في قلوب السواد الأعظم، يخلطون على الناس عقائد الولاء والبراء، وكيف نحكم على اليهود والنصارى والمجوس؟ إنهم يتقربون ليل نهار باسم الدين والسماحة والوسطية إلى من يسبون عائشة ويطعنون في القرآن. لقد كان العوام العصاة السراق في زمن الإمام أحمد والمحنة يصبرونه، يقول له أحدهم: ضربت على الباطل فصبرت، فأنت أولى يا إمام أن تصبر على الحق. في الوقت الذي يسارع علماء البدع إلى أتون الفتنة والقول في خلق القرآن، يا أيها المبتدع، لقد ضمن لك الله كمالا وعصمة في شرعه، فلماذا تخترع؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. الفتنة تصيبك عند الموت، تشك أما قاله الله حق أما أوله أهل الأهواء، فتضيع، لن تثبت على قدم اليقين، فتنجو في القبور وبعد البعث إلا باليقين، إلا بالتسليم والاتباع. كن على ما كان قاله الله ورسوله، ما لك وللتأويل والفلسفات. قرأت في ترجمة أبي مسلم بن أبي يزيد، وهذا الرجل عرف بالعقل والعلم وتفنن في أنواع العلوم، ثم خاض في علم الكلام. علم الكلام عقليات ونظريات بعيدة عن التسليم والشرع، من خاض فيها ضل والله
والله لو وقف العبد على شاطئ علم الكلام هلك، فكيف من خاض فيه؟ إلى أين انتهى؟ مال إلى الاعتزال، ثم إلى الجهمية، ثم ترفض، ثم مال إلى دين الباطنية، وانسلخ من الدين شيئا فشيئا، وصار يقول بالرجعة، حتى إن بعض الملازمين له سخر منه يوما، فقال له أقرضني 100 دينار، وإذا رجعنا للدنيا سأعطيكها، فقال أخشى أن تنسخ روحك في كلب أو خنزير فتضيع علي الدنانير. يؤمنون بالرجعة وتناسخ الأرواح، من أين سر لهم ذلك؟ من الخوض فيما لم يأمر الله به ولا رسوله. عباد الله، هذا الرجل لما حضرته الوفاة وهو معروف بالعلم، قيل له قل لا إله إلا الله، فسب وشتم ومات وهو يقول والله ما أدري ما أعتقد. حيرة. قرأوا في ترجمة غيلان للدمشقي عمرو بن عبيد، واصل بن عطاء، الجعد بن درهم، الجهم بن صفوان، ماذا فعل الله بمن عاش يشوه ويشكك في الشريعة؟ كيف كانت ميتتهم؟ القوم ليسوا على يقين. قرأت خبرا أختم به خطبة الأولى في كتب الرواية والتاريخ، ورواه ابن خلال في كتاب السنة وغيره، لما أراد الواثق أن يعذب الإمام أحمد تردد وتحير، وعنده علماء السلاطين أهل الأهواء الملأ، فأوغروا صدره على الإمام أحمد، حتى قال ابن أبي دؤاد اقتل أحمد ودمه في رقبتي. تحير الواثق فقال لهم أتباهلونني على ذلك؟ المباهلة تقسم ظهر الكذاب والمتردد، لا يسلم فيها إلا الصادق المتثبت. أتباهلونني؟ فقام ابن أبي دؤاد وقال يا أمير المؤمنين، ضربني الله بالفالج إن لم نكن ما نقوله في القرآن حقا. سبحان الله. وقام محمد بن عبد الملك الزيات قال سمر الله يدي بالمسامير وحبسني في الحديد إن لم يكن ما نقوله حقا. وقام ثالث اسمه نجاح فقال حبسني الله في أضيق محبس يا أمير المؤمنين إن لم يكن ما نقوله حقا. وقام إسحاق بن إبراهيم الرابع قال يا أمير المؤمنين أنتنا الله بدني وريحي إن لم نكن ما نقوله حقا. دخل خامس اسمه إيتاخ، أخذوه بالمفاجأة فأخبروه الخبر، قال وأنا يا أمير المؤمنين غرقني الله في البحر إن لم أكن ما أقوله حقا، اقتل أحمد بن حنبل. لكنه لم يفعل وعصم الله دم الإمام أحمد. الراوي اسمه محمد بن سعيد الخلال قال والله ما ذهبت الأيام والليالي حتى ضرب ابن أبي دؤاد بالفالج وأشل الله نفسه وحبسه في بدنه وطرح في فراشه وحرم لذة الطعام والشراب والنكاح ومات وهو يبول على سريره. وأما محمد بن عبد الملك الزيات فحبس في قمقم من حديد كان صنعه بنفسه وسمرت يديه بالمسامير والمسال ولم يزل يعذب في الحديد وهو يقول ارحموني، فيقال الرحمة ضعف وخور حتى مات. أما نجاح فنقم عليه المتوكل، صنع له سجنا ذراعا بذراعين وحشاه فيه وتركه حتى مات. وأما إسحاق بن إبراهيم فمرض مرضا جعل يتعرق معه عرقا نتنا حتى قذرته امرأته ولم يحتمل الناس حتى ثيابه ولم يزل في مرضه حتى مات. أما الأخير فأمر به الوزير أن يوضع في الأثقال ويلقى في البحر. إيتاخ هذا الأخير، لقد عذب القوم بالذي باهلوا به، لم يكونوا على يقين، اليقين فقط لمن سلم لله ورسوله واتبع الحق. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، اليقين علم راسخ ثابت مستقر في القلب يودعه الله صدر من يحب، وهو كالإيمان يزيد بأسباب ويضعف بأسباب. ومن العجب العجيب أن يتيقن العبد الموت ولقاء الله ثم لا يعمل لذلك ولا يشفق على نفسه من الذنوب، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا للجنة نام طالبها وعجبا للنار نام هاربها. وذكر ربنا عز وجل في كتابه
علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين في سورة التكاثر والواقعة. الفرق بين علم اليقين وعين اليقين كالفرق بين الخبر الصادق ومعاينته، وأما حق اليقين فالمحض والخالص منه. مثل ابن القيم في كتابه المدارج للتقريب فقال: لو قال لك رجل مصدق لا تشك بقوله أن عنده عسلا فآمنت، كان هذا علم اليقين. فإن دخلت داره ورأيت العسل بعينيك كان هذا هو عين اليقين، فإن ذقته فذاك هو حق اليقين. الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا نشك بخبره البتة أخبرنا عن الجنة وعن النار فيما جاء به من عند ربه. إيماننا بالجنة والنار والغيبيات هو علم اليقين الراسخ في قلوب المؤمنين. إذا بعثنا من القبور وأزلفت الجنة وبرزت الجحيم ورآهما الناس فذاك عين اليقين. فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار فذلك حينئذ هو حق اليقين. المراتب الثلاثة يمكن أن تقع للأنبياء والرسل في الدنيا، وأما غيرهم من الأولياء والصالحين فمنازل التسابق في علم اليقين. بحسب ما في قلبك من تصديق الإله تكون منزلتك عنده. لما كان الصديق خير البشر بعد رسولنا بعد الرسل؟ لما؟ لكمال ما في قلبه من التصديق والتسليم. انظر لأصحاب رسول الله، قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. لكمال ما في قلبه من التصديق زادهم ذلك إيمانا وتسليما. صحيح؟ لكمال إيمانهم، لكمال يقينهم بكلام الله وكلام رسوله، مع أنهم لما نزلت هذه الآية الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. هذه نزلت لما انتهى الناس من غزاة أحد وكانوا يعصبون جراحاتهم وهي تثعب دما ويبكون على أحبابهم الذين فقدوهم وبالكاد نجوا من الموت بشق الأنفس. جاءهم النبي عليه السلام قال: اخرجوا معي إلى حمراء الأسد في غزاة أخرى. لم يترددوا البتة لكمال ما في قلوبهم من التصديق واليقين. في يوم الأحزاب زلزلت القلوب وزاغت الأبصار وثبت أهل اليقين. لما رأى الصحابة النصر قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. ثابت بن الدحداحة رجل من الأنصار قيل يوم أحد: مات محمد، نادى بذلك الشيطان فأقعد أقوام. ثبت أهل اليقين. قام ثابت بن الدحداحة يقول: يا معاشر الأنصار، إن مات محمد فرب محمد لا يموت، إلي إلي سينصر الإسلام. هذا فعل أهل اليقين. يا أيها المتصدق اتق الله ولا يتطرقن إليك الشك، لا يضيع عمل صالح عند الله، وكن على يقين أن الله سيعوض عليك في الدنيا قبل الآخرة. عامر بن عبد الله بن عبد قيس كان يأخذ عطاءه 500 دينار فلا يلقى محتاجا في الطريق إلا تصدق عليه منه، فإذا وصل داره عد أهل بيته المال فإذا هو 500 لم ينقص شيئا. حيوة بن شريح كان يتصدق بكل عطائه فيجده تحت سريره في داره، له ابن عم مرة بلغه ذلك فتصدق بكل عطائه ولم يجد المال في داره، فشكى الحيوة قال: أنا كنت أتصدق وأعامل الله باليقين، أما أنت فعاملته بالتجربة. يا أهل المرض اتقوا الله وعاملوا الله باليقين، ادعوه وأنتم موقنون بالإجابة. ارق نفسك أيها المريض وتيقن أن الله سيعطيك ما تريد أو يعوضك يوم القيامة فوق الذي تريد. يا أهل الهموم اتقوا الله، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. اليقين محل الكرامة. كان عبد القادر الجيلاني يقول: تصيبني الهموم وتعتريني ما لو وضعت على الجبال لتفسخت، فأتذكر قول الله: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فلا أضع رأسي ساجدا وأرفعه
إلا وقد انفرجت عني الهموم. لن يغلب عسر يسرين أبدا، من كان على اليقين نجا. إخواني، الإمام أحمد إمام أهل الحديث والسنة، علم الناس التسليم والاتباع. سأحدثكم بخبر وفاته بإيجاز، وأختم خطبة الثانية بأثر عن عمر رضي الله عنه: لو أن حروفه توزن بالذهب والفضة وخالص الحجارة الكريمة لوسعها غنى وزاد عليها بالوزن. أما خبر أحمد فقد روى الإمام ابن أبي الدنيا، وروى جماعة منهم ابن الجوزي وغيره، أن الشيطان حاول أن يفتن الإمام أحمد عند موته. حضره ابنه صالح عند رأسه، والإمام أحمد يموت في النزع، فجعل يقول: لا لا بعد. ذلك أن الشيطان يتلطف بكيده، يقول للإمام أحمد: فتني فتني، ليقذف في قلبه الكبر، ليتكل على نفسه. فكان الإمام أحمد يقول: لا لا. لما بكى عليه ابنه وخاف أنه لقن لا إله إلا الله ولا يقولها، أفاق بعد وقال: يا ولدي لا تخش علي، والله ما غابت لا إله إلا الله عن قلبي، ولكني كنت أقول للشيطان: لا لا بعد. هكذا هم أهل اليقين، لا يتطرق إليهم الشك في لحظات النزع، يثبت الله قلوبهم. أما خبر عمر فإنه جلس يوما مع النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا، هذا أختم به الخطبة يشبه ما ابتدأتها به. قال النبي عليه السلام، ذكر فتاني القبر، فذكر النبي فتاني القبر، فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، أنفتن في قبورنا، نسأل عنك في قبورنا ونحن على هيئتنا بعقولنا؟ قال: نعم، تسألون على هيئتكم اليوم. فقال عمر: إذن بفيه الحجر. عمر يقول لكمال رسوخه في اليقين: بفيه الحجر، كلمة تقولها العرب عند الأجوبة المسكتة المتيقن منها، كأنه يقول: إذا كنت في الدنيا لا أشك مثقال ذرة أن رسولي هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله حق وأن دينه حق، فلن أشك ذرة في قبري وفي أي موضع ما دام قلبي معي. إخواني، تعلموا اليقين في زمان يفتن الناس فيه في موجات إلحاد مدروسة ممنهجة من إعلام عالمي. تعلموا اليقين وعلموه أبناءكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكتب لنا من اليقين ما يهون به علينا مصائب الدنيا وما يثبت قلوبنا عند الفتنة. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم وفق ملك البلاد للحكم بالكتاب والسنة وأقم الصلاة.